طيب احنا كده رسمنا، تعال نحل. اتفقنا بنروح نجيب السايد المشترك اللي في التو تراينجل، يعني هات لي هنا ال AC. اجيبه ازاي؟ قلنا لو عايز تجيب ال AC انت معاك ال AC عايزه، ومعاك السايد اللي اسمه AB معاك، يبقى الانجل دي قدامها ال 29 اللي هي الاوبوزيت، وده الهايبوتنس. ايه التريك فانكشن اللي بتجمع الاوبوزيت مع الهايبوتنس؟ اكسلنت، ساين ال 45 ديجري 18 مينت يديني اوبوزيت اللي هي 29 اوفر الاي سي. كروس مالتيبليكيشن وهدي تحتها تلاقي الاي سي بتاعتك طالعه ابروكسيميتد 40.8. تمام، يبقى انا كده جبت السايد المشترك اللي هو الاي سي. تمام، يبقى انا عايز الدي سي. تقدر تشتغل في الترينجل ده، ما انت معاك السايد ده خلاص، تقدر تشتغل هنا بالساين لو. الساين لو ازاي يا مستر؟ الاول انت عايز السايد ده صح، يبقى الدي سي على ساين الانجل اللي في وشه. طب انا مش عارف الانجل اللي في وشه يا مستر، اعمل ايه؟ الاول هات الانجل دي، ده ستريت لاين كله، يبقى 180 ماينس 45 ديجري 18 مينت يديك الانجل دي اللي هنا 134 ديجري 42 مينت، والانجل دي كام؟ 34 ديجري 18 مينت. يبقى ده تراينجل مجموع الانجلز فيه 180، يبقى 180 ماينس 134 ديجري 42 مينت بلس ال 34 ديجري 18 مينت، واقفل البراكت بتاعك تلاقي الانجل اللي هنا طالعه ب 11، يبقى اوفر 11. هنا ال A C اوفر A C اللي هي ب 40.8 على ساين كام؟ ساين الانجل اللي في وشها اللي هي 34 ديجري 18 مينت. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن تلاقي الدي سي بتاعتك طالعه ب 13.8. اعمل 40.8 مالتبلاي ساين 11 على ساين 34 ديجري 18 مينت، واحده واحده ما تقلقش تلاقي الانسر بتاعك طالع بالشكل ده. تمام، طيب تعالى نشوف كويستشن نمبر 2. بيقول لك تو بوتس لاي اون either side of a 170 meter high rock where the angles of depression from the top of the rock to the boats are 54 degree 48 minute and 59 degree 18 minute respectively. Determine the distance between the two boats to the nearest meter. يعني حضرتك عندك صخرة زي مثلا اهي، هي دي الصخرة ماشي نازلة على الأرض أهي، كنا متفقين أي حاجة بتنزل على الأرض عاملة 90. تمام، ومن الصخرة دي هو بيقول لك عندك two boats lie on either side. يعني إيه كلمة either دي؟ يعني واحدة مثلا هنا من الصخرة والتانية الناحية التانية. ما هو either side يعني واحدة هنا مثلا في الجنب ده والتانية في الجنب التاني. تمام، تمام. هو بقى بيقول لك انا بصيت هنا بانجل اوف ايه؟ ديبريشن. ديبريشن يعني الانجل هنا 54 ديجري 48 مينت، وهنا 59 ديجري 18 مينت. تمام، دي ديبريشن كنا متفقين، مدام ديبريشن عاملين هنا دول مع بعض الترنيت، يبقى دي كمان 54 ديجري 48 مينت، وهنا 59 ديجري 18 مينت. تمام، ده رايت انجل تراينجل، دي 90 ودي 59 ديجري 18 مينت. اي انجل تانية تعرف تجيبها هاتها.
فانت هتروح على الكالكوليتر تدوس 180 ماينس افتح براكت 90 بلس 59 ديجري 18 مينت ودوس ايكوال، يديك الانجل التالتة دي ب 30 ديجري 42 مينت. 30 ديجري 42 مينت. طب وهنا تعمل نفس الحركة بس هنا تبقى 54 ديجري 48 مينت. يبقى الانجل دي 35 ديجري 12 مينت. هو عايز بقى ايه؟ عايز الديستانس بتوين التو بوت، عايز الحته دي بكام؟ تمام. طيب ما حضرتك هنا هتروح تسمي دي مثلا A B C D. تمام. طيب انت عايز البي سي في الترينجل ده صح؟ يبقى اقدر اشتغل ساين لو، اقول له بي سي على ساين الانجل اللي في وشها اللي هي 35 ديجري 12 مينت ايكوال دي. انت تعرف ايه في الترينجل ده؟ قال لي اعرف الطول بتاع الرك اللي هو 170. يبقى هنا 170 على ساين الانجل اللي في وشه اللي هو 54 ديجري 48 مينت. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن تجيب البي سي، يطلع الانسر 119.9. روح بقى هات من الترينجل التاني اللي اسمه اي سي دي السايد ده، يبقى عندي ان تريانجل اي سي دي هشتغل برضو ساين لو، هاخد السي دي على ساين كام الانجل اللي في وشها 30 ديجري 42 مينت ايكوال. هنا ايه السايد اللي انا عارفه؟ اعرف برضو الطول بتاع الروك اللي هو 170، يبقى 170 على ساين الانجل اللي في وشه اللي هو 59 ديجري 18 مينت. كروس مالتيبليكيشن اجيب السي دي، اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن تلاقيه طالع 100 ابروكسيميتد برضو 0.9. تمام. انت عايز ايه؟ عايز البي دي كلها. طب انا معايا البي سي ومعايا السي دي، اعمل لهم بلس، اعمل ده بلس ده، تلاقي الانسر بتاعك على طول طلع. هعمل 119.9 بلس 100.9 اجيب الديستانس بتوين التو بوت اللي هي البي دي. احسب بقى كده يديك 20.8 وهو عايزها تو ذا نيرست ميتر، فتقدر تقول لي ابروكسيميتد 221 الانسر بتاعك. تمام. طيب تعال نشوف كويستشن نمبر 3. بيقول لك the angle of elevation to the top of a sky scraper from a 30 meter high house is 58 degree 42 minute. طيب عارف يعني ايه sky scraper؟ يعني ناطحة سحاب، حاجة عالية يعني. تمام. طيب يبقى انت عندك هنا ناطحة السحاب دي. تمام. وبيقول لك على بعد 30 متر هاي هاوس، يعني انا واقف على بيت. تمام. واقف على بيت هنا وباصص على التوب بتاع السكاي سكريبر. تمام. عامل انجل اوف اليفيجن كام؟ 58 ديجري 42 مينت. عامل انجل اوف اليفيجن 58 ديجري 42 مينت. طبعا هيبقى فيه لاين هوريزونتال. تمام. دي ب 90. نكمل. The base of the house is 45 meter away from the base of the skyscraper.
يعني ده المسافة بينهم 45 متر. Find the height of the skyscraper giving the answer to two decimal places. طب ما دول بره لبعض، ما دي نفس المسافة صح؟ المسافة اللي بين البيز بتاع السكاي سكريبر والهاوس هي هي نفس المسافة بتاعت التوب اوف هاوس لحد هنا السكاي سكريبر، هي هي نفس المسافة، دي 90 على الأرض ودي 90 على الأرض، يبقى دي ب 45. حلو قوي. هو عايز ايه؟ عايز الهايت بتاع السكاي سكريبر، عايز الهايت بتاع السكاي سكريبر ده كله، تمام. طب ما تيجي هنا هاتلي الحتة دي بكام؟ اجيب الحتة دي بكام؟ تقدر هنا تقول لي مش دي 45، دي الادجيسنت للانجل دي ودي للانجل الاوبزيت. طب اوبزيت على الادجيسنت يديني تان، تان ال 58 ديجري 42 مينت يديني اوبزيت، اوبزيت اللي هي مثلا اي سي دي على الادجيسنت اللي هي 45. اعمل كروس مالتيبليكيشن يديك الاي سي ب 74 ابروكسيميت، تمام. طب الحته دي بكام؟ خلي بالك هو قال لك الهاي بتاع الهوس 30. طب ما دي نفس المسافة اهو، from the top of the house لحد البيز هو هو نفس من الحتة دي لحد البيز بتاع السكاي سكريبر، يبقى دي برضو ب 30، يبقى دي ب 30 وانت جبت الحتة دي ب 74، يبقى السكاي سكريبر الهايت بتاعه 74 بلس 30. حط بقى الكلام ده على الكالكوليتر تلاقي الانسر بتاعك طالع 104. وما تنساش ان هو قالك قربها الاقرب 2 ديسمال، كان هنا فيه لو تفتكر 0 1، فدي تبقى 0.01، كان في 0.01 بعد ال 74 بس احنا اختصرناها، تمام. فدام هو عايز 2 the nearest 2 decimal تقدر تكتبها كده، تمام. تعال نشوف اكزامبل كمان. طيب تعال نشوف question number 4. بيقول لك 2 points on the ground lie collinearly on either side of a flagpole. عندي flagpole اهو، تمام. والتو بوينت يعني واحدة هنا زي ما اتفقنا، والتانية الناحية التانية من العلم، تمام. وبيقول لك عامل انجل اوف اليفيجن، يعني الانجل دي والانجل دي، دي بكام؟ دي ب 36 ديجري 18 منت، وهنا دي 42 ديجري 30 مينت، تمام. طبعا الفلاج نازل على الجراوند عامل 90. الانجل دي كام والانجل دي كام؟ يبقى 180 ماينس الاثنين دول يديني دي، وهنا نفس الكلام، تمام. طيب اقدر اشتغل؟ بس انت عارف الطول بتاع الفلاج بول ده؟ قال لي 5 متر. طيب حلو قوي، يبقى اقدر اقول في التراينجل ده سمي الاول ده ايه، بي سي وده دي مثلا، ان تراينجل اي بي سي، يبقى البي سي على ساين الانجل اللي في وشها، الانجل اللي في وشها دي كام اهو 180 ماينس 90، افتح براكت الاول 90 بلس 36 ديجري
18 minute. دوس ايكوال اداني 53 degree 42 minute. يبقى الانجل دي 53 degree, دي 53 degree 42 minute. طب وهنا نفس الكلام, هعمل 180 minus, افتح براكت, 90 plus 42 degree 30 minute, يديك الانجل دي 57 degree 30 minute. 47 degree 30 minute. تمام. يبقى هنا بقى بي سي على ساين الانجل اللي في وشها اللي احنا لسه جايبينها 53 degree 42 minute equal. هنا بي دي في الترينجل بقى التاني ده, واقدر اجيب الانجل دي والانجل دي في الترينجل ده, دي 90 ودي 36 degree و 18 minute, يبقى 180 minus الاتنين دول يديني الانجل التالتة. وهنا نفس الكلام, هعمل 180 minus الاتنين دول يديني التالتة دي. تمام. يبقى انا هشتغل في الترينجل اللي اسمه ABC الاول, اجيب ال-BC وبعد كده اشتغل في الترينجل اللي اسمه ABD واجيب ال-BD واجمعهم يديني الديستانس بتوين التو بوينت اللي هو عايزه. تعالى هنا ABC, يبقى ال-BC على ساين الانجل اللي في وشها اللي هي 53 ديجري 42 مينت ايكوال, البي سي اهي على ساين الانجل اللي في وشها, وهنا اللي هي الفايف متر بتاع الطول بتاع الفلاج بول على ساين 36 ديجري 18 مينت, كروس ملتبليكيشن تجيب البي سي ب 6.8. اشتغل بقى في الترينجل التاني ده, يبقى بي دي على ساين الانجل اللي في وشها اللي هي 47 degree 30 minute. تمام. وهنا ال 5 over sine 42 degree 30 minute. تمام. اعمل cross multiplication تجيب ال BD بتاعتك ب 5 point 45. تمام. وبعدين هو عايز الانسر to the nearest one decimal, يبقى هعمل البي دي اللي هي 5.45 plus 6.8, تلاقي الانسر بتاعك طالع approximated 12.25. تمام. هو عايزها to the nearest one decimal, فال 5 تزود ال 2 1 يبقى 12.3, وهو ده الانسر. تمام. تعال نشوف question number 5. بيقول لك عندي 3, ماشي, a building is 8 meter tall, يعني عندك بيت طوله 8 متر. حلو قوي. تمام. ده كده طوله 8 متر. وبيقول لك the angle of elevation from the top of the building to the top of the tree is 44 degree, يعني انت هتقف هنا على الطوب بتاع البيت تبص على الطوب بتاع التري تلاقي الانجل عامله كام؟ 44
4 وبدل انجل اوف اليفيجن قلنا ليها رسمه كده، لازم يطلع حاجه هوريزونتال واللاين اللي رايح للهدف بتاعك، والشجره اهي. تمام، كمل بقى. دي انجل، خلي بالك ده مش ديستنس. The angle of depression from the top of the building to the base of the tree is 58. يعني لما تيجي تبص على البيز بتاع التري من التوب بتاع البيلدينج تلاقيها كام؟ تلاقيها 58. تمام. Find the distance between the base of the building and the base of the tree. عايز المسافة دي بكام؟ قال لي سهلة، البيلدينج عامل مع الأرض 90 وهكذا التري. طب ما هنا ده كده حرف الزد alternate، يبقى دي 58، يبقى دي 58 مظبوط. طب ما دي 90 ودي 58 صح؟ اه مظبوط. طب ما اعرف اجيب الانجل دي، اجيبها ازاي؟ 180 ماينس الاتنين دول يديك دي 32. طب ما دي كمان حرف الزد اهي، لو خدت بالك حرف الزد اهو اهو اهو، يبقى دي 32، تبقى دي كمان 32. جبت كل الانجلز اللي في التراينجل ده. انت عايز ايه؟ مش عايز المسافه دي صح؟ طيب ما سهله جدا، انت عايز السايد ده ومعاك السايد ده، تعرف تجيبه بالانجل دي ساين ولا كوزاين ولا تان؟ اللي في وشه يبقى اوبزيت، الاوبزيت على اللي انت عايزه اللي هو بالنسبه لي هنا للانجل ادجيسنت. يبقى ايه العلاقه اللي بتجمع اوبزيت مع ادجيسنت؟ تان. يبقى انت عندك تان 58 ديجري ايكوال اوبزيت اللي هي 8 على الادجيسنت اللي هي انا عايزها صح. كروس مالتيبليكيشن تجيب الادجيسنت اللي هو الديستانس بتوين البيز بتاع البيلدينج والبيز بتاع التري. يبقى عندي الادجيسنت ايكوال 8 اوفر 10 58. تمام، حط بقى الكلام ده على الكالكوليتر تلاقي الانسر بتاعك طالع 4.99. خلي بالك هو عايز الانسر بتاعك 2 ديسيمال بليسز. طب ما 2 ديسيمال بليسز هنا دي تزود ال 9 تزود ال 9 1 فهتبقى 10، فال 10 دي تبقى هنا 1 تاخد 1 يبقى دي 5، ودي اللي بعديها برضو هتلاقيها 9 فتزود دي 1 فتبقى 10 تدي دي 1، فتلاقي الانسر بتاعك هنا انت بتسلف اللي بعديها ال 1 فتديك هنا 0 وهنا 0 فيطلع الانسر بتاعك 5.00. تمام، ده ما هو عايز 2 ديسيمال بليسز. طيب شوف الاكزامبل اللي بعديه، هنشوف كويستشن نمبر 6. بيقول لك the height of lighthouse ماشي is 60. عندك هنا lighthouse اهو ماشي، طوله قد ايه؟ 60. the angle of elevation between the two boats، عندك two boats اهم. ال angle of elevation يعني مرة هنا ومرة هنا، همسح حاضر اهو. الانجل اوف اليفيجن 29 و39، الصغنطوطه تتحط الاول الكبيره تتحط التاني، ودي ب 90. تمام، given that the two boats and the base of the lighthouse are collinear يعني على استقامه واحده، and that the boats are both on the same side of the lighthouse، ما يشغلنيش كل ده. Find the distance between the two boats given the answer to the nearest meter. يعني هو عايز ال distance between الاتنين دول، سمي اي letter A B C D عشان تسهل على حضرتك. تعالى بقى، انت عايز ال distance دي صح؟ يبقى لازم الاول يبقى معاك side في الترينجل ده. طيب تعرف تجيب side في الترينجل ده؟ قال لي اه، تعالى الاول هاتلي السايد ده، او ممكن تشتغل ساين لو في الترينجل الصغنطوط ده
قال لي اه 60 على ساين. على فكرة ليها كذا طريقة تحل بيها مش طريقة واحدة. 60 على ساين 39، انا كده شغال ساين لو، تمام؟ ايكوال. انت هنا لو جبت البي سي وبعد كده رحت جبت الدي بي كلها وماينست تجيب دي، طب تعالى نعمل اللي انا قلته ده. بي سي على ساين الانجل اللي في وشها، طب تعرف الانجل اللي في وشها؟ معرفش. طب 180 ماينس الاثنين دول مش يديها لك؟ اه يديها لي. يديها لك بكام؟ يديها لك ب 51، يبقى اوفر ساين 51. كروس مالتيبليكيشن تجيب البي سي ب 74.1، يبقى انا جبت البي سي ب 74.1. ايه رايك لو اشتغلت في التراينجل الكبير ده كله ده كله، تمام؟ رحت قلت تان 29 equal opposite على الادجيسنت اللي هي 60 على البي دي، كروس مالتيبليكيشن، وهات التان هنا، تلاقي البي دي طالعه ب 108.3. اعمل بقى البي، انت جبت هنا كده اللي انت جبته ده البي دي، ده كده البي دي اللي هو ده كله. اعمل بقى البي دي ماينس الحته اللي انت جبتها دي اللي هي البي سي 74.1، تلاقي الدي سي عندك طالعه ب 34.2 وهو عايزها تو ذا نيرست ميتر، يعني مش عايز بوينت. التو ما تزودش، يطلع عندي الدي سي 34. تعال نشوف question number 7. بيقول لك شادي and summer want to find the height of a statue. شادي stands 5 meters from the base of the statue. هي اللي ايه الستاتيو ده؟ تمثال يعني. عندك تمثال اهو اهو، ماشي. بيقول لك شادي بيبعد عنه 5 متر، وشادي لما بص عليه عمل انجل اوف اليفيجن 65، يبقى دي الانجل اوف اليفيجن بتاعت المعلم شادي 65. طيب وسمر ستاندز دايركتلي بيهايند شادي، شي ميجرز ذا انجل اوف اليفيجن فروم ذا جراوند تو بي 30. يبقى هي بعد ما بعدت عن شادي، هي ورا شادي، شادي هنا اهو، هي ورا بصت على التمثال وعملت انجل 30، تمام. they both calculate the same height for the statue. how far behind shady must summer be standing? give your solution to two decimal places. يبقى هو الاول عايز يحسب الهايت بتاع الاستاتيو. طب سن ادي ايه؟ بي سي دي، تمام. عايز الطول بتاع التمثال ده، دي ب 90 صح؟ معايا سايد اهو، وعايز السايد ده والانجل دي فوق الشاهي، يبقى ده اوبوزيت على الادجست، يبقى تا 65 ايكوال اوبوزيت اللي هو الاي بي اللي هو الهايت بتاع الاستاتيو على الفايف. كروس مالتيبليكيشن، يبقى انا كده جبت الهايت بتاع الاستاتيو، ودي اول حاجه هو عايزها. تلاقي الانسر لما تعمل دول ملتبلاي بعض، تلاقي الهايت بتاع الاستاتيو طالع 10.72 لانه عايز 2 ديسمال، تمام. يبقى انا كده جبت الهايت بتاع الاستاتيو. طيب جبت الهايت بتاع الاستاتيو، هات لي بقى الديستانس اللي بتبعد سمر عن شادي اللي هي دي. طب اجيبها ازاي؟ قال لي الاول لازم يبقى عندي السايد ده. طب اجيبه ازاي السايد ده؟ ما انا معايا السايد ده ومعايا السايد ده. بايساكورس، بايساكورس ده سكوير اللي انا جبته بلس ده سكوير، تحت السكوير روت تجيب السايد ده. روح هات السايد ده تلاقيه طالع ب 11.83، تمام.
يبقى انت لو عايز السايد ده لازم تبقى عارف الانجل دي. طب اعرف الانجل دي ازاي؟ قال لي دي كلها ب 180، طب دي 65، يبقى 180 ماينس 65 يديك 115. طب دي بكام؟ قال لي دي ب 35. تمام. يبقى عندي الدي سي اللي هي المسافة بين سمر وشادي على ساين 35 ايكوال ال 11.83 على ساين السايد الانجل اللي قدامه اللي هو 30. كروس مالتيبليكيشن اجيب الدي سي بمنتهى البساطة 13 بوينت زي ما اتفقنا 5 7. يبقى ده الانسر بتاعي. تمام، تعال نشوف اكزامبل نمبر 8. تعال نشوف question number 8. بيقول لك a ship was approaching a 49 meter high lighthouse. يعني انت عندك lighthouse، تمام، طوله 49 متر، ويقول لك عندك نقطتين، نقطة اسمها A ونقطة اسمها B. تمام، عاملين انجل اوف اليفيجن مع اللايت هاوس، مديك الانجل دي ب 0.44 راد، وبعد 12 مينت لما بص بنقطة بي انجل اوف اليفيجن اديته 0.3 راد. لازم تحط الانجل هنا بالديجري، انت مش متعود عليها بالراد. طب بتحول من الديجري، من سوري الراد للديجري ازاي؟ عايز اجيب السيتا ديجري، كنت بتاخد السيتا راد تعمل لها ملتبلاي 180 اوفر الباي، شيل السيتا راد وحط 0.44 تلاقي الانسر هنا طالع ب 25 degree 12 minute. هنا احسب تلاقي 70 degree 11 minute 19.44 second. تمام. حضرتك عايز ايه؟ خلي بالك يقولك find the uniform speed of the ship from A to B giving the answer in the meter per minute to one decimal. اولا احنا خدنا في الداينامكس لو عايز تجيب اليونيفورم سبيد كنت بتقول لي دي على تي الديستانس على التايم، صح؟ مظبوط. يعني انت لو عايز تجيب اليونيفورم سبيد هنا في الحته دي من البوينت A للبوينت B تقدر تقول لي الديستانس اللي هي AB دي على التي، التي اللي هي كام؟ هو قال لك فوق اتحرك في 12 مينت. طب الدي دي كام؟ طب ما انا لازم اجيبها. تجيبها ازاي بقى؟ قال لي سهله، هات السايد ده الاول، السايد ده انا عايزه، السايد ده معايا صح، والانجل دي معايا، الانجل دي اللي في وشها اوبوزيت اللي هنا هايبوتنس، يبقى ساين 25 degree 12 minute بتساوي الاوبوزيت اللي هي 49 اوفر الهايبوتنس اللي هو السايد ده، صح؟ كروس مالتيبليكيشن، وهات الساين هنا يديك الهايبوتنس اللي هو ده، سمي دي مثلا سي، يديك الاي سي على طول، يديها لك بكام؟ يديها لك ب 115. تمام، ده كده بالنسبه للهايبوتنس جبت ده. طيب تعرف تجيب الانجل دي؟ قال لي اه، دي كلها ب 180، يبقى دي اهي كتبها لك فوق اهي 154 degree 48 minute، وهنا تعرف تجيبها؟ قال لي اه 180 ماينس ده بلس ده، صح؟ مظبوط، يديك
8 degree 1 minute. تعال بقى لو عايز تجيب المسافة دي او عايز تجيب الطول ده تقدر تقول لي AB بساين لو على ساين الانجل اللي في وشها اللي هي 8 degree 1 minute equal السايد ده اللي انا جايبه بكام؟ ب 115 على ساين الانجل اللي في وشه اللي هي 70 degree 11 minute 19.44 second. cross multiplication اجيب ال AB ب 52.2 سوري دي 54 هجيبها 54.2 حطها كده حط دي على الكالكوليتر اعمل 115 multiply sine 8 degree 1 minute over sine 17 degree 11 minute 19.44 second تلاقي الانسر معاك طالع 54.2 والتايم ب 12 حط بقى دي كده على الكالكوليتر تلاقي الانسر بتاعك طالع هو عايز 2.1 ديسمال خلي بالك يطلع ابروكسيميت 4.5 تمام تعال ناخد اخر كويستشن عندك نمبر 9 لا في كويستشن كمان تعال نشوف كويستشن نمبر 9 بيقول لك رانيا عند ادم ستاند ات ذا بيز اوف ا بيلدينج اون ا فلات ليفل جراوند زي بوث لوك اب ات ا تلفزيون antenna fixed at the top of the building Rania stands 30 feet from a point at the base of the building طب واحدة واحدة عشان ايه ما نتوهش من بعض انت عندك هنا اهو ده البيلدينج ماشي ورانيا دي مشيت قد ايه 30 feet تمام وبصت بانجل كام لسه ما قالش بس قال لك a point at the base of the building and Adam stands 25 feet away from the point او that point انهي بقى that point دي يقصد البوينت بتاعت البيلدينج يعني هتيجي هنا تمشي 25 فت تمام تعال يبقى انا مشيت ده كله 30 والحته دي كام 25 نكمل قال لك عملت انجل اوف اليفيجن رانيا ستاند 2 دي في انتنا اي 62 يبقى رانيا عاملة angle of elevation 62 ودي طبعا 90 answer the following giving your solution to two decimal places work out the height of the building يعني هو عايز ال height ده سمي A B C D يبقى انا عايز ال A B ال A عايزها وهنا ال A B عايزها وال B C معايا ده adjacent ده opposite بالنسبة لل 62 opposite و adjacent اشتغل تان ال 62 يديني opposite اللي هو ال AB over ال adjacent اللي هو 25 cross multiplication اجيب ال AB على طول يديني 47 يبقى انا كده جبت ال AB هات بقى تاني حاجة هو عايزها بيقول لك work out the angle of elevation from the point where Adam stands to the TV antenna يعني هو عايز الانجل الليفيجن بتاعت آدم دي طب ما تسميها ألفا مثلا يبقى تان ألفا بتساوي اشتغل فيه الترينجل كبير خالص ده اللي انت لسه جايبه اللي هو 47 على الادجيسنت اللي هي دي كلها 30 اعمل شيفت تان تجيب الالف شيفت تان تلاقي الانسر بتاعك طالع 57 degree او تقدر تكتبها to the nearest
ديسيمال كده، عشان هو عايز 2 the nearest 2 ديسيمال، تقدر تكتبها كده 56.42. تمام. تعال نشوف اخر اكزامبل معانا بقى اهو. بيقول لك a point on the ground lies 129 meter away from the base. انت واقف هنا على طور اهو، ده طور ماشي، واقف بعيد عنه طبعا الطور عامل 90 مع البيز. تمام. وبعدين the angle of elevation from the point to the top of the tower 36 degree. وبعدين find the addition height of the tower needed for the angle of elevation to be 57. يعني انت حضرتك هنا بصيت بانجل اوف elevation كام؟ 36. هو بقى عايز يحسب ايه الاديشن ديستانس اللي اقدر اشوف بيها انجل اوف elevation 57 degree from the point. تمام. بيقول لك given او give the answer to the nearest meter. طيب اولا كده انت تعرف تجيب لي الهايت بتاع التاور ده بنفس الانجل اللي هو مديها لك؟ قال لي اه الهايت بالنسبة لي هنا ده اوبوزيت ده ادجيسنت، يبقى تان ال 36، تان ال 36 ملتبلاي الادجيسنت يديني الهايت، يبقى تان ال 36 ملتبلاي 129 يديني الهايت. تمام. حط ده على الكالكوليتر تلاقي الهايت بتاعك طالع ب 93.7. تمام. هو بقى عايز يحسب الاديشن ديستانس اللي تقدر تشوف بيها انجل اوف اليفيجن كام؟ 57. تمام. يبقى تا ال 57 دي برضو 129 ايكوال نفس الهايت على 129، اعمل كروس مالتيبليكيشن يديك الهايت ب 199. يبقى ده الهايت لما يبقى الانجل اوف اليفيجن 1 الانجل اوف اليفيجن 57. تمام. ده الهايت كله، وده الهايت بتاع الانجل اوف اليفيجن 36. انا عايز اعرف بقى هيتضاف قد ايه، ايه الحبه اللي هيزيده؟ تعمل 199 ماينس 93.7 يديك الاديشن ديستانس الشويه اللي هيزيده لما تبص بانجل 57، عشان هنا اداك الطول كله مش الاديشن. تمام. يبقى انت عندك الاديشن equal 199 minus 93.7. حط الكلام ده على الكالكوليتر تلاقي الانسر بتاعك طالع 105.3 اللي هي 105 متر في اللي تشوز كده. بحمد الله خلصنا، اشوفكوا على خير. لو عندك اي استفسار اي مشكلة سيبها لي في الكومنت. باي باي.